على الجانب الآخر وتزامنا مع احتفالات جموع الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للمنشآت الرياضية والعضو المنتدب والعميد محمد مرجان رئيس نائب رئيس مجلس إدارة الشركة افتتحوا اليوم الأربعاء فرع نادي سيتي كلاب بمدينة العبور بشكل جزئي. الحقيقة افتتاحات كتيرة جدا بتعملها شركة استادات الوطنية برئاسة المهندس سيف الوزيري ونائبه العميد محمد مرجان. الحقيقة عاملين شغل في كل مكان في المحافظة، إن شاء الله الخطة تكتمل خلال السنة القادمة. الخطة المبدئية أو الخطة الأولى منذ أن تولى المهندس سيف الوزيري رئاسة مجلس إدارة الشركة، والموضوع الحقيقة ماشي بشكل رائع جدا وبشكل خلى كل الناس تهتم بسيتي كلاب. وإيه اللي بيحصل في سيتي كلاب؟ في خلال أقل من 4 أو 5 شهور الحقيقة تم تطوير كل الفروع وتم افتتاح 6 فروع أو 7 فروع لنادي سيتي كلاب، في اللي في كفر الشيخ واللي في شبين واللي هنا واللي هنا واللي هنا وأخيرا فرع العبور. الحقيقة عاملين شغل رائع جدا جدا شركة استادات الوطنية برئاسة المهندس سيف الوزيري اللي قال على هامس حفل الافتتاح أن مجلس إدارة شركة استادات الوطنية كان حريصا أشد الحرص على افتتاح فرع سيتي كلاب بمدينة العبور في يوم تاريخي وهو يوم 30 يونيو الذي يحتفل فيه الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة التي حافظت على هوية الشعب المصري، مشيرا إلى أن الفرع به تسهيلات كبيرة للأعضاء بهدف تقديم خدمات مميزة وعلى أعلى مستوى رياضيا واجتماعيا لكل الأعضاء، كما سيكون هناك سجل مدني ومكتب للتراخيص وغيرها من الخدمات. قال أيضا المهندس سيف الوزيري أن فرع سيتي كلاب بمدينة العبور يعتبر الفرع السابع الذي يتم افتتاحه منذ تولي الإدارة الجديدة المسؤولية، بخلاف طبعا فرع النادي الأهلي الأقصر الذي يعتبر الفرع الثامن، مشددا على أهمية ترسيخ فضيلة المصداقية في العلاقة التي تربط ما بين شركة استادات بأعضاء أندية سيتي كلاب. أيضا العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات أكد أن افتتاح فرع سيتي كلاب بمدينة العبور في هذا اليوم التاريخي كان مخططا له منذ فترة تزامنا مع احتفالات جموع الشعب المصري بثورة 30 يونيو المجيدة التي كشفت المعدن الأصيل للمصريين ورغبتهم الأكيدة في الحفاظ على وحدتهم وهويتهم. وأكد مرجان أن فرع سيتي كلاب بمدينة العبور تم إنجازه في وقت قياسي ووفقا لما وعدنا به وتم إعلانه في الخطة الزمنية لافتتاح سلسلة فروع سيتي كلاب على مستوى الجمهورية. الحقيقة جهد كبير جدا جدا من كل المتواجدين في شركة استادات الوطنية، عاملين شغل رائع جدا جدا. 7 فروع حتى الآن وثمنهم فرع النادي الأهلي بالأقصر. الحقيقة 8 فروع في 5 أو 6 شهور، أعتقد بشيء شابو لكل المتواجدين في شركة استادات. إن شاء الله بقية الفروع خلال هذا العام أو العام القادم أو بداية العام القادم هتلاقوا فروع سيتي كلاب منتشرة في كل مكان في محافظات مصر.